مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في موضوع اليوم. لليوم السادس على التوالي تتواصل جهود الإنقاذ في عدد من المناطق المنكوبة بزلزال الحوز، وعلى مدار الساعة تكثف القوات المسلحة الملكية والوقاية المدنية وكافة المصالح المغربية من الجهود المبذولة لانتشال من بقي تحت الأنقاض أملا في العثور على ناجين. في هذا السياق يلاحظ تباطؤ في حصيلة الوفيات مع تصاعد ملموس لحصيلة الجرحى مع تعزيز هذه الجهود، ما يعزز أيضا الآمال في العثور على ناجين مع تقدم جهود الإنقاذ والإغاثة. في هذا السياق أيضا تتضافر جهود المجتمع المدني والمبادرات المدنية لإسناد عمل مؤسسة محمد الخامس للتضامن في توفير المعونات العينية لفائدة المتضررين. لمتابعة تطورات الوضع في عدة مناطق مكلومة من هذا الزلزال ينضم إلينا في الواقع من أيتو بلال بجماعة تيزينتاست بإقليم تارودانت موفدنا إلى هناك أنوار لكحل، ستكون معنا أيضا من أمزميز الأستاذة كلثوم أيت مومن من جمعية كشافة المغرب، وسيكون معنا أيضا البروفيسور مولاي سعيد عفيف رئيس الجامعة المغربية للعلوم الطبية، وسيكون معنا أيضا ضيوف ومتدخلون آخرون في سياق هذه المتابعة. اللحظة تنضم إلينا كلثوم أيت مومن من جمعية كشافة المغرب من أمزميز. أستاذة كلثوم، كيف تسير عمليات الإغاثة والإنقاذ؟ هل هناك مستجدات من خلال أيضا معايشتكم ودعمكم أيضا لهذه الجهود في إقليم في منطقة أمزميز؟ عفوا، هناك زيارة لبعض القرى المجاورة لأمزميز وكذلك في أحياء أمزميز، والحمد لله جهود مكثفة من فريق الإنقاذ سواء بالضواوير أو غالبا منطقة أمزميز لم يعد هناك حالة تحت الأنقاض ولله الحمد. على غرار المناطق الجبلية هناك فرق مكثفة وجهود مكثفة من الفرق في الدواوير المجاورة وفي أعالي الجبال. من خلال أيضا اتصالاتك بالمتطوعين في جمعية كشافة المغرب وأيضا الذين يوجدون في مناطق أبعد من منطقة أمزميز، الدواوير لنقل بعيدة نسبيا أحيانا التي كانت معزولة في وقت من الأوقات، هل تم التغلب على مشكلة الوصول إلى هذه الدواوير، إيصال المساعدات، الإنقاذ، الإغاثة؟ كانت لدي زيارة اليوم أمس إلى منطقة إيجوكاك، لكن لم يحلف أحد للوصول إلى المنطقة لاتصال بعض الجمعيات يجب أن أتواجد في أمزميز. أخذت بعض المعلومات من أهل المنطقة، هناك مناطق بعيدة لم يتوصلوا إليها بعد، هناك أنقاض لم يتوصلوا لحد الآن، فالطرق إلى الدواوير مقطوعة. أستاذة كلثوم تفضل. نعم نسمعك بوضوح، تفضل. نعم، توصلت بمعلومات عن تلك القرى بأن الطرق لا زالت مقطوعة، لكن فرق الإنقاذ توصلت بهذه المعلومة لكي يتجهوا إلى هذه المنطقة من أجل إنقاذ الأرواح تحت الأنقاض. شكرا لك، أرجو أن تتفضلي بالبقاء معنا كلثوم أيت مومن من جمعية كشافة المغرب. اللحظة ينضم إلينا أيضا موفدنا من مجات من إقليم شيشاوة محمد الشنتوف. محمد الشنتوف، كيف تسير عمليات الإنقاذ والإغاثة وأيضا عمليات إيصال المساعدات وتنظيم الساكنة في هذه المنطقة المتضررة؟ تحية طيبة زميلي الكريم محمد، تحية طيبة لمشاهدينا الكرام. بطبيعة الحال كما ذكرت، عمليات الإنقاذ والإغاثة مستمرة على أكثر من واجهة، ونحن الآن نتواجد في محل لإنتاج الخبز، وهي مبادرة مواطنة تستحق الإشادة. طبعا الحال مجموعة من المحسنين قاموا بإحضار يعني مجموعة من يعني الأفران إلى هذا المكان، والمبادرة بطبيعة الحال جيدة جدا وتستحق بطبيعة الحال
يعني الإشادة، وكذلك هذه المبادرة يعني تطوع مجموعة من الشباب اللي هم من ساكنة المنطقة من أجل يعني ترتيب الخبز إلى آخره وإيصاله إلى القرى المتضررة. لو أمكن يعني نقل الصورة بشكل يعني أوضح، يعني كيف تتم العملية على مستوى يعني نقل الخبز إلى السيارة، لو كان بإمكان يعني إظهار محمد الصورة لهذه العملية معك. نعم، وأنت تتحدث على أنه الخبز الذي يتم إعداده في هذا المطبخ الذي استحدث فقط خصيصا لهذه الفترة الاستثنائية، إلى أين ينقل هذا الخبز؟ نعم زميلي الكريم محمد، ينقل هذا الخبز إلى مختلف القرى المتضررة هنا بإقليم شيشاوة، عفوا نتحدث عن أداسيل، نتحدث عن النواصر، نتحدث عن إمندونيت، نتحدث كذلك عن تكسيت، نتحدث عن مختلف المناطق المتواجدة هنا. المؤكد زميلي الكريم محمد، هو المؤكد هو أن هذه المبادرات أو هذه المبادرة سوف تنقل إلى مختلف القرى، واسمح لي أن يعني أن أنقل لك تصريح أحد الشباب المتطوعين معنا هنا. نعم، أهلا وسهلا بك في قناة ميدان تيفيس أيوب الكبالي، أنت متطوع من ساكنة المنطقة. نعم خويا محمد، نشوف كنتمنوا جميع الناس والدواوير والجماعات يقوموا بحال هذه المبادرات الإنسانية مزيانة اللي كتوصل الخبز للدواوير البعيدة هنايا، باش كلشي يتم ياخذ الخبز ديالو. المهم كنتمنوا لجميع الناس حتى هما يقوموا بمثل هذه المبادرات. انتم كشباب بطبيعه الحال اللي متطوعين في هذه العمليه، شنو رسالتكم للشباب؟ رساله الشباب كلشي يساهم بالقليل وبالكثير، كلشي يساهم. كم هي القدره الانتاجيه لهذا الفرن هناك لديك سي محمد شنتوف قبل ان اغادر؟ الزلزال هذا توصلوا المساعدات الانسانيه، واخا الناس راه دايرين المجهودات ديالهم، لا السلطات لا كلشي داير المجهودات ديالو هنايا. شكرا جزيلا لك. طيب، اعود اليك زميلي شكرا محمد. لك محمد شنتوف لم تسمع عن القدره الانتاجيه ف تماما لا اسمعك. تفضل، سنعود اليك محمد شنتوف في سياق هذه التغطيه. نذهب الان الى ايتو بلال من اقليم تارودانت، ينضم الينا من هناك انوار الكحل. كيف هي أوضاع الساكنة في أيتو بلال بإقليم تارودانت؟ ماذا عن الدواوير والجماعات المجاورة؟ وأنت قد حللت هناك، كيف هو الوضع؟ كيف تسير عمليات الإنقاذ والإغاثة؟ هل وضعية الناس تتحسن شيئا فشيئا؟ نعم، وضعية الناس تتحسن شيئا فشيئا، لكن في البداية دعني أقول أننا الآن نتواجد في بؤرة الهزة الارتدادية التي وقعت هذا الصباح في حدود الساعة 6:53، هزة ارتدادية بخمس درجات على سلم ريشتر وبعمق 4.3 كيلومتر. الآن زميل أنوار لك حل في الواقع، وأنا إلى لحظة دخولي إلى المباشر كنت أنتظر، عذرا على المقاطعة لأنه هذه أيضا معطيات عن نشاط الزلزال في هذه المنطقة، ولم أجد لحد الآن في الواقع المصدر من المعهد الوطني للجيوفيزياء. صحيح أن الناس أحست بهزة ارتدادية في هذه المناطق، ننتظر معطيات تفصيلية بخصوص الشدة وموقع البؤرة من المصدر الرسمي للرصد الزلزالي هنا في المغرب. تفضل أنور. نعم بورويس، الهزة كانت كبيرة جدا، أحس بها الناس والسكان بإقليم تارودانت تقريبا، بالإقليم كامل، الإقليم كامل تراب الإقليم تقريبا. البؤرة قريبة جدا من دوار أيتو بلال الواقع بجماعة زينتاست، بالضبط بقيادة تافنكوت بعملة إقليم تارودانت. الآن تم انتشال جميع جثث الضحايا بما فيها منطقة قريبة من هنا اسمها إخفيس، وهي المنطقة التي يتواجد فيها حاليا فريق الإنقاذ الإسباني المجهز بأحدث أجهزة الإنقاذ. هذا الفريق الذي استطاع بالأمس انتشال طفلة بالغة من العمر 10 سنوات. المجهودات هنا مجهودات كبيرة جبارة،
السكان. هل بالإضافة ما أشرت إليه من أن الناس أحست بهزة ارتدادية هذا الصباح في هذه المنطقة أدى إلى انهيارات صخرية أو إلى تضرر المنازل المتضررة أصلا من الهزة الأولى أم لا؟ نعم، هناك أضرار أخرى جانبية. 5 منازل بجماعة أولوز انهارت هذا الصباح من جراء الهزة الارتدادية، 5 درجات على سلم ريشتر وبعمق 4.3 كيلومتر. نعم، الهزة أحس بها الناس، وهناك حالة من الخوف والترقب والهلع من هزات أخرى إضافية. هنا أعمال الصيانة لا زالت أرجو أن تنتبه وأنت تتحرك إلى الخلف. زميل أنوار، لك حل لنفسك وسلامتك أيضا، تفضل. نعم نعم، أنا ما ألاحظه أن حتى المؤنس الوحيد للسكان في هذه الأزمة هذا الجهاز الذي كان يفك العزلة عن هؤلاء ويؤنسهم في لياليهم الطويلة الثقيلة، حتى هذا الجهاز وهو جهاز التلفاز ربما الذي كانوا يشاهدوننا منه ويتابعون العالم عبره هو الآن تضرر بفعل الزلزال. مطالب السكان تتلخص فيما يلي: الشتاء على الأبواب، حالة الطقس تتغير باستمرار، ربما نحن على مشارف زخات مطرية مرتقبة، ربما سيكون هناك سيناريو أسوأ، الناس في حاجة إلى أفرشة وأغطية وإلى خيام تأويل. هل تصل الإمدادات بالمعونات إلى تلك المنطقة؟ الإمدادات تصل، هناك فائض من الأغذية ومن من 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 المواد، هذه المواد ببساطة ستضيع لأن إلى جانبك شاحنة. هل هي أيضا تنقل مساعدات وإمدادات غذائية؟ نعم، تنقل المساعدات. لا يمكننا أن نحد من حماس المواطنين ولا من رغبتهم في إيصال المساعدات ومساهمتهم في هذه الكارثة الوطنية، لكن هذه القوافل تعيق شيئا ما عمل القوات المسلحة الملكية وفرق الإنقاذ. رجاء نسقوا مع السلطات المحلية، السلطات المحلية تعرف جيدا خرائط الدواوير المتضررة وتعرف جيدا المسالك. هذه القوافل بقدر ما هي تفك هذه العزلة وتساعد في هذا الزلزال بقدر ما تشل حركة السير على الطريق. رجاء فليكن هناك تنسيق مع الجهات المعنية، هذا مطلب من مطالب السكان أنقله حرفيا. وكفى من المواد الغذائية، السكان يريدون أغطية أفرشة خياما تقيهم. شكرا لك أنوار، لك حل. أنت أشرت في الواقع إلى البرد ربما إلى انشغالات السكان أيضا بالمرحلة المقبلة، وهي أيضا تجسد تحدي أساسي. كيف سيتطور المناخ في المرحلة المقبلة؟ كيف ستكون وضعيتهم؟ ولا شك أن السلطات أيضا في سباق مع الساعة لتدبير ذلك. أشرت أيضا إلى الهزة الارتدادية عذرا، وبكل تأكيد معطياتها التفصيلية سننتظر أن تكون أيضا من مصدر وطني المختص، وهو المرصد الوطني للمعهد الوطني للجيوفيزياء. شكرا لك أنوار الكحال على كل هذه التوضيحات. نعود إلى كلثوم أيتموم، ما هي تحديات الإمدادات والإغاثة في تلك المنطقة؟ ألو، تفضل كلثوم أيتموم، ماذا عن تحديات وانشغالات الساكنة في المرحلة المقبلة؟ هناك تحديات المؤونة الغذائية، المؤونات الغذائية التي تصل إلى إقليم الحوز تستهدف بالدرجة الأولى الدواوير المجاورة. على العكس، هناك منطقة أمزميز والأحياء المجاورة فهي في عجز كثير من المؤونة الغذائية، لا زالت هناك أسر لم تصلها مواد غذائية وطريقة التوزيع غير سالمة. فهذا أنافس جميع الجمعيات، جميع المتطوعين، جميع المحسنين الذين يتوافدون على منطقة أمزميز خاصة وإقليم الحوز عامة، أن تكون هناك استراتيجية توزيع، أن تكون هناك زيارات ميدانية إلى المناطق، إلى الدواوير. هناك مراقبة، هناك مراقبة مراكز التغذية، هناك مراقب كرثومة أيت مومن، هل هناك أيضا حاجة
للمبادرين إلى هذه القوافل أن ينسقوا بشكل وثيق جدا مع السلطات وأيضا مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تتوفر على مخازن كبيرة ومهيئة للحفاظ على هذه المواد الغذائية من أن تتلف، لأنه شاهدنا مشاهد في الواقع مؤسفة أنه المواد الغذائية ترمى هكذا على قارعة الطريق وتترك هكذا في نقاط عبور وأشياء من هذا القبيل. نعم، نتمنى ذلك أن يكون هناك تنسيق مع الجمعيات التي تشتغل داخل الميدان، وهي أدرى حاليا جمعية كثافة المغرب وطنيا، هناك وفد لجميع الفروع إلى إقليم الحوز، إلى إقليم تارودانت، إلى إقليم شيشاوة، هناك استراتيجية الاشتغال، هناك لجان متفرقة على الدواوير، يجب أن تراقب الميدان وأن تكون هناك طريقة التوزيع يعني تناسب سواء المتطوعين المحسنين وكذلك الجمعيات التي تشتغل داخل الميدان. هل عينتي أنت أيضا أن هناك فائض في المساعدات، لأنه تواترت هذه المعلومات وهذه الأخبار أنه في عدد من المناطق، أنا لا أقول كل المناطق، لا أدري في الواقع ما حجم استفادة كل المناطق والدواوير والمداشر، ولكن الذي ورد وتواتر في منصات التواصل الاجتماعي أنه في عدد من المناطق هناك تخمة في المساعدات الإنسانية، هل ذلك صحيح؟ أجل نعم، قمنا أنا وأحد القادة معي في الجمعية اليوم أمس بزيارة بعض الدواوير، وصلتنا أخبار بأنهم لم يتوصلوا بالحاجيات الكافية لهذه الأيام، قمنا بزيارة هناك بعض الدواوير تخزن وتقول يعني توصل السلطة بأن لم تستلم أي شيء، وهناك دواوير لم تصلهم أي شيء، لذلك يجبون هناك أن تكون دراسة الميدان، دراسة الدواوير كي يساعدنا على توزيع المؤونات الغذائية، توزيع الأغطية، توزيع الملابس الشتوية. كرثوم أيتمومن، هل انتقل أو تلمسين ذلك على الأقل في حديثك إلى الناس، هل انتقل انشغالهم الأكبر من تدبير الحاجيات اليومية الأساسية وضرورات المعيش إلى انشغال آخر يرتبط بوضعيتهم في المرحلة المقبلة، كيف سيكون المناخ، هل ستكون تساقطات مطرية مثلا في الشهر المقبل أو الأسابيع أو الأيام المقبلة، هل تلمسين هذا الانشغال أيضا؟ إن شاء الله هناك برنامج وضعناه كجمعية كشافة المغرب للاشتغال عليه، لجنة مكلفة بالدعم النفسي، لجنة مكلفة بتوزيع التغذية، لجنة مكلفة يعني يجب على المواطنين أن يستحضروا بأن فصل الشتاء على الأبواب، يجب أن يستحضروا بأن المؤونات الغذائية يجب أن تكون تسييرها بشكل جزئي، يجب أن يكون هناك اقتصاد دائم لهذه القرى ولهذه الدواوير التي تدمرت بالكامل. كيف يتعاملون مع ذلك السؤال الملح الذي لا شك أنه يتردد في أذهان الكثيرين منهم، كيف سيكون مستقبلنا؟ هناك علامات استفهام لا توجد لها أجوبة لدى المواطنين، حاليا لا يسألون عن هذه الأشياء على غرار الدعم الغذائي والدعم مثلا الملابس والأغطية، لا يسألون عن شيء يعني على المستقبل، كيف سيكون الحال، كيف هل سنكون دائمين في هذه المخيمات القارة حاليا، هل سيكون هناك بنايات جديدة، هل حاليا ليست تساؤلاتهم تتمركز على هذا المجال. شكرا لك كلثومة أيت مومن من جمعية كشافة المغرب، حدثتنا من أمزميز، شكرا لك على كل هذه التوضيحات. اللحظة ينضم إلينا مشاهدينا الكرام البروفيسور مولاي سعيد عفيف، رئيس الجامعة المغربية للعلوم، الجمعية المغربية للعلوم الطبية. بروفيسور مولاي سعيد عفيف، مرحبا بك، من دون شك أنك تتابع أيضا عن كثب تطور الوضعية الناجمة عن هذا الزلزال المدمر الذي ضرب الحوز، تتابع أيضا أنه هناك نوع من التباطؤ في تطور حصيلة الوفيات، ولعلك التقطت أيضا أنه كان هناك في الأيام القليلة الماضية تصاعد مهم جدا في عدد الجرحى، هل ذلك يعد أيضا إشارة إيجابية أنه جهود الإنقاذ لربما أثمرت أنه تم إنقاذ ما يمكن إنقاذه لحد الآن؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالطبع التحليل ديالك فهو تحليل موضوعي، ورشنا كاع الفرق ديال الانقاذ من عده
دول اللي تتقوم بواحد العمل جبار. وكذلك خصنا نعرفوا بأنه الأطقم الطبية، لا الأطقم الطبية العسكرية ولا الأطقم المدنية بما فيهم المستشفيات الجامعية والقطاع الخاص، فخصوصا تنأكد على الأطقم العسكرية والأطقم المدنية. فتم لحد الساعة أنه تم التكفل بالجرحى والمصابين، لا إما في المستشفى الميداني العسكري ولا في المستشفى الجامعي ديال مراكش بالنسبة للضحايا ديال ولاية مراكش، ولا في المستشفيات ديال أكادير وديال تروداند، وكذلك مستشفيات القرب. فلحد الساعة وما تنساوش كذلك بأنه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية فهي درت واحد التأهب على صعيد المملكة في المستشفيات الجامعية. ولو بغينا نعطيو كمثال، مثلا المستشفى الجامعي ديال الدار البيضاء فهو وضع 200 سرير على رهن إشارة المصابين، ولكن لحد الساعة فالمستشفيات في المناطق المنكوبة مكلفين بالمصابين. نحن نتحدث عن عدة آلاف من المصابين بروفيسور مولاي سعيد عفيف، ومع ذلك لا تزال المنظومة الصحية الاعتيادية في جهة مراكش آسفي وجهة سوس ماسة وأيضا المستشفيات الميدانية التي استحدثتها القوات المسلحة الملكية بأوامر العاهل المغربي الملك محمد السادس في هذه المناطق قادرة على استيعاب كل ذلك. نحن نتحدث عن نحو 5000 جريح، ولكن كاينين جرحى اللي هما خفاف، وهذا تيبين بأنه المغرب فعندنا واحد كيما رفعنا التحدي فاش كانت الكوفيد، باسكو كاع الناس داوهم الأطقم الطبية المغربية، فدابا كذلك فهاد الأطقم الطبية قيمة بالواجب، وهذا ما يتجعلنا غير تنفتخروا ببلادنا المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة ديال صاحب الجلالة نصره الله. علاش؟ لحقاش رغم قلة الموارد البشرية ولكني أرأوا رغم قلة المنشآت، فالحمد لله. إذن الأمور رها تحت السيطرة، وهذا يثلج الصدر لنا احنا كأطقم طبية، وكذلك بالنسبة للمواطنين اللي خصنا وكذلك شلنا التبرع بالدم الطابورات وصاحب الجلالة نصره الله وأيده شناه تهوى أعطى الدم ديالو. إذن فكين واحد التلاحم ما بين العرش والشعب، وهذا هو المغرب، وحنا فخورين ببلادنا. طبعا هناك عدة نجاحات في هذه المرحلة التي نتحدث عنها في تدبير الأزمة الزلزالية في المغرب، ومنها أيضا نجاح المنظومة الصحية. ضيفنا بالأمس في الواقع كان معنا طيب حمدي، الدكتور طيب حمدي، وقال بأنه من الملفت للانتباه وهذا ينبغي أن نتوقف عنده، أنه صحيح أنه المنظومة الصحية الجهوية هي التي تعاطت مع زلزال بشدة 7 درجات، مع ذلك لم نشاهد أنه هناك ازدحام في هذه المستشفيات، الناس لديها أسرة تتكئ عليها، ولم نشهد أيضا شكاوى من المنظومة الصحية، لم نشهد أيضا ذلك الازدحام أو تلك الصور التي يمكن أن تعكس صورة منظومة صحية عاجزة أو منهارة. بالعكس، كان بدت الصورة أنه كل شيء منظم، الناس وجدت أسرة من أجل الاستشفاء، ولم تكن هناك صور سلبية في هذا الاتجاه. إلى ماذا يرجع ذلك؟ هذا يرجع اللي خصنا كما قلت لك، لا كنا وحتى انت في اي ميدان تنفتخروا بالموارد البشريه ديالنا، لحقاش يعرفوا يرفعوا التحدي، وكذلك تنفتخروا بالمواطنات والمواطنين ديالنا
بالصبر ديالهم وبأنهم يلبيوا النداء. لحقاش كان واحد مثلا بالنسبة للتبرع بالدم ولا كذلك بالنسبة لكل المكونات، مثلا احنا في الفيدرالية الوطنية للصحة اللي فيها كل المكونات للمختبرات الأدوية وللمستلزمات الطبية، فأي حاجة تطلب تتوجد في راه الإشارة في الساعات من بعد. بروفيسور مليس عيسى عفيف، فقدنا الاتصال معك وكنت بصدد الحديث أيضا عن هذا التعاطي للمنظومة الصحية مع الأزمة الصحية الناجمة عن الزلزال الذي بلغت شدته 7 درجات. أفتح لك المجال من أجل أن تتم مداخلتك مولاي سعيد عفيف، وقد استعدنا معك الاتصال. شكرا. عليه هو أنه الحمد لله فقمنا بواحد العمل اللي هو عمل اللي هو جبار، وكما قلت فهذا بفضل كاع المكونات ديال الحكومه المغربيه وبعد كما شرطوا لي ديالكم التعليمات الثانيه ديال صاحب الجلاله. اذا كنشوفوا بانه كاين واحد التكافل وكاين واحد التكتل، وفين ما كان التكافل والتكتل فهذا كيجعل اننا كنكونوا ناجحين. ولحد الساعه حتى القطاع الخاص راه تم انه تكلف بكميات المصاب مجانا الى المصحف الخاصه. اذا وهذا اللي بغينا واللي كيجعلنا اننا رغم هذه الكارثه كيجعلنا نكونوا فخورين ببلادنا. فرصتي كنشوفوا بانه كل شيء تلقائي وعادي، حتى كنشوفوا في المدن حتى الوليدات الصغار كيقول لك انا بغيت نعطي 10 دراهم انا بغيت نعطي 20 درهم. هذا الشيء سفري كاننا تاثرنا والله يرحم كاع الموتى، ولكن هذا الشيء كيجعلنا نقولوا راه بلادنا بلاد ديال الخير وبلاد ديال العطاء وبلاد ديال التسامح، واحد البلد اللي عنده واحد التاريخ عريق، وخصنا نكونوا فخورين ببلادنا من طنجة للقويرات السيادة الرشيدة ديال صاحب الجلالة نصره الله وإياه. وصراحة الله يحفظ بلادنا. هذا الشيء رغم الكارثة يثلج الصدر وتجعلنا نكونوا أكثر فخورين أننا نقولوا إحنا مغاربة. شكرا لكم بروفيسور مولاي سعيد عفيف، كنت في الواقع بصدد الحديث أيضا عن تعاطي المغرب في تدبير هذه الأزمة، وقد أشرت إلى أنه بالفعل انضمت بعض، أقول بعض وتعد على رؤوس الأصابع، بعض فرق الإنقاذ والمساعدة الدولية إلى الجهود المغربية، ولكن لنقول بأنه غير قابل للمقارنة قياسا إلى الجهود التي بذلت على المستوى المغربي. وبالتالي فيبقى في الواقع جهد تدبير الأزمة جهد مغربي خالص بشكل كامل أو شبه كامل على الأقل. القوات المسلحة الملكية سخرت في الواقع إمكانيات غير مسبوقة في التعاطي مع هذه الأزمة الطبيعية، الكارثة الطبيعية الكبرى في الواقع، من خلال أسطول جوي، من خلال أيضا عدد كبير جدا من عناصر القوات المسلحة الملكية الذين انتشروا في هذه الأماكن المنكوبة منذ الساعات الأولى لهذه الأزمة، وبطبيعة الحال بتضافر جهود كل الفاعلين. فحصل هذا التقدم الكبير والسريع، أيضا لنقول السريع بالنظر إلى الطبيعة التضاريسية لهذه المنطقة. لحظة، ينضم إلينا من أثني موفد ميديا أنتفي محمد الريشي. محمد الريشي، ما الذي يجري في نطاق تدبير هذه الأزمة من أثني؟ كيف هي الصورة لديك؟
أهلا بك محمد، أهلا بالمشاهدين الكرام، أهلا بضيوفك الأعزاء. إذن تغطيتنا الإعلامية محمد متواصلة من هنا من قلب إقليم الحوز، بالضبط من منطقة أسني، حيث أتواجد حاليا بالمستشفى العسكري الميداني الطبي هنا بالمنطقة. هذا المستشفى الذي يقدم بطريقة احترافية جدا خدمات جليلة على المستوى الطبي والتمريضي والشبه الطبي لجميع المتضررين جراء هذا الزلزال العنيف الذي ضرب المملكة المغربية. الحديث عن مجموعة من الأرقام منذ انطلاق العمل بهذا المستشفى الميداني منذ صبيحة الاثنين إلى غاية اليوم 4 أيام المتواصلة دون انقطاع لأفراد القوات المسلحة الملكية هنا على مستوى هذا المستشفى، عدد مهم للمتضررين بلغ لحدود الساعة 4000 عنصر من المتضررين جراء هذا الزلزال. وبالأمس هنا على مستوى هذا المستشفى كللت عملية ولادة قيصرية بالنجاح هنا من طرف الفريق الطبي التابع للقوات المسلحة الملكية. إذن مجموعة من الخدمات تقدم هنا على مستوى المستشفى، وكذلك نلاحظ أنه هناك ارتفاع على مستوى أرقام الوافدين على مصالح وكذلك على مصالح هذا المستشفى. هذه الأرقام أرقام الجرحى من حالات متوسطة وحالات حرجة يحيلنا على أن هناك تفاؤل دائما وأن الأمل قائم من أجل إنقاذ مزيد من الأرواح في قادم الساعات من طرف الفرق التي تتدخل برا وجوا، سواء الفرق من القوات المسلحة الملكية والوقاية المدنية والدرك الملكي والقوات المساعدة، وكذلك بمعية الفرق المتدخلة على مستوى الدول التي تساعد الدول الأجنبية التي تساعد بفرقها في عمليات الإنقاذ. محمد الريشي، من خلال متابعتك أيضا للمستشفى الميداني الذي أقامته القوات المسلحة الملكية بأوامر العاهل المغربي، هل تلمس أنه تدفق الذين يطلبون العلاج، تدفق الجرحى من المناطق المنكوبة لا يزال في وتيرة متصاعدة، أن الأمور تخف شيئا فشيئا؟ لا أدري كيف هي ملاحظتك. نعم محمد، وأنا أرى أمامي الأعداد المتضررين من الزلزال ترتفع ساعة بعد ساعة، أي بمعدل 800 ما بين 800 و 700 حالة ترد يوميا على هذا المستشفى الذي يقدم هذه الخدمات. وهنا الصورة فهي مهنية إلى مستوى مرتفع جدا. طريقة التسيير وطريقة تدبير ولوج وكذلك التحاق المرضى بجميع المصالح المتواجدة هنا والأقسام المتواجدة هنا على مستوى هذا المستشفى الميداني يحيلنا على عمل استراتيجي للقوات المسلحة الملكية، على أن العمل مضبوط وأنه هناك خطة عمل ناجحة من خلال الأعداد التي تتوافد على هذا المستشفى، وكذلك من خلال الانسيابية التي يتوفر عليها المستشفى رغم ارتفاع أعداد المتضررين من هذا الزلزال. محمد الريشي من أسني، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. بروفيسور مولاي سعيد عفيف، كنا الآن على اتصال مع المستشفى الميداني العسكري الطبي في أسني، وتحدث موفدون عن نحو 4000 فرد مواطن تلقوا العلاج في هذه البنية الاستشفائية المستحدثة حديثا، حتى أنه تم إجراء عمليات، منها عملية قيصرية، عملية ولادة قيصرية بالأمس. هل تجد أنه هذه البنيات الاستشفائية بالفعل تؤدي دور محوري في التخفيف عن المنظومة الاعتيادية في الجهة؟ بالطبع، وإحنا نعرفوا بأنه القوات المساعدة، قوات المسلحة الملكية، المسلحة الملكية والطب العسكري، فعنده واحد المهنية. ما تنسوش أنه فاش وقع المشكل في لبنان فنشأنا تما وقع تما أنه هاد بحال ما كاين دابا تنشوفوا، إذن فكاين واحد المهنية وكاين واحد الحرفية، والموفد اللي كاين في عين المكان هضر على 700 800 واحد في النهار. إذن
فاش نشوفوا انه نقدروا نتكفلوا ب 700 من 100 في النهار وانه ما كاين حتى شي مشكل. هذا واحد من ضمن عده مستشفيات اقامتها القوات المسلحه الملكيه. لهذا تنقولوا واخا داك الاعداد راه في عين المكان لا في الولايه ديال سوس ماسة ولا في الولايه ديال مراكش، فلهذا في عين المكان باش تم انه يتم العلاج ديال المصابين بلا ما نكونوا محتاجين انه ننقلوهم للمستشفيات جامعيه اخرى. اذن فهذه المهنيه الكبيره هي اللي ديال الطب العسكري وديال القوات المسلحه الملكيه جعلت باننا تمكننا باش وخا الكارثه كبيره وعظمى تمكننا اننا نوقف وانه من الناس يمكن يتعالجوا ويتعالجوا بسرعه. وخصنا نشوفوا بانه مثلا احنا عندنا اتصال مع القسم طب الاطفال في مراكش، فكل شيء تيتعالج في نهاره. كاين كذلك التكفل بالعائله والتكفل النفسي لا بالاطفال ولا بدويهم. اذن فتنعود نقولها رغم الكارثه فهذا تيجعلنا يتلج الصدر وتيجعلنا انا نكونوا فخورين بلادنا تحت القياده الرشيده ديال صاحب الجلاله نصر الله وايده. من خلال ايضا متابعتك وانتم ايضا فاعل في المجال الصحي، كيف تجسدت مبادراتكم التضامنيه في هذا الاتجاه؟ احنا خصنا نعرفوا انه المبادره جت من عند كل الاطقم الصحيه. بالنسبه للفيدراليه الوطنيه للصحه فكما شرط ليه فمعنا المختبرات الوطنيه، معنا المختبرات الاجنبيه، معنا المسؤول على الجمعيه ديال المستلزمات الطبيه الفيدراليه ديال نقابات صيادلات المغرب، الجامعه ديال محمد السادس، المؤسسه ديال محمد السادس. إذن كاين واحد التضافر ديال الجهود. كذلك لا بالنسبه للمبادره ديال كاع هاد الناس في الصندوق اللي تم احداثه باوامر ساميه من طرف صاحب الجلاله نصره الله وايده. وكذلك دابا كاين واحد نهار الحد غادي يكون واحد تيليدون بالنسبه للمكونات ديال الصحه، وغادي نصيفطوا لكم باش يمكن لكم تنشروه وتنشروا الصوره ديالو. هذا تيبين هذا التلاحم اللي كاين في القطاع الصحي ما بين جميع المكونات. خصنا نعرفوا بانه كاع المستلزمات الطبيه والادويه فتيتم التنسيق مع وزاره الصحه والحمايه الاجتماعيه. وبالنسبه مثلا الاغطيه، بالنسبه للملابس، بالنسبه للحليب، لحقاش تنعرفوا بانه كاين اللي الرضع اللي فقدوا الامهات ديالهم، اذا خصهم يتم اعطاهم الحليب الاصطناعي. فهاد الملابس والكل من غير الادويه فتيتم ايضا التنسيق مع وزاره الداخليه. وتنعرفوا بانه كل مكونات ديال الحكومه تقوم بواحد العمل اللي جبار. ونختموا الله يحفظ بلادنا، وتنشكركم على هذه التغطيه اللي دايره ميديا تي في اللي هي تغطيه حرفيه واللي فيها ناس حرفيين. وتنشكركم هذا الصحفيين ديالنا ديال المغرب. مع الاسف كاينين بعض الناس اللي ما عرفوش يهضروا سامحهم الله، ولكن الحمد لله حنا اقل الواجب تتسخر بالصحفيين عندهم واحد المهنيه عاليه. هذا اقل الواجب بروفيسور مولاي سعيد عفيف، شكرا جزيلا لك على وقتك ومشاركتك القيمه معنا. بروفيسور مولاي سعيد عفيف رئيس الجامعه الجمعيه المغربيه للعلوم الطبيه من الدار البيضاء على كل هذه التوضيحات.
ونتمنى لكم التوفيق في مبادراتكم التضامنية أيضا. اللحظة ينضم إلينا أيضا الأستاذ محمد سالم عبد الفتاح رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان من العيون. محمد سالم عبد الفتاح، تابعنا وتابع العالم أيضا صور تلك القافلة من المساعدات الإنسانية التي وجهها أهالي العيون وأهالي المناطق الجنوبية المغربية إلى إخوانهم في المناطق المنكوبة في دارودانت وفي جهة مراكش أيضا في منطقة الحوز. كيف تم تدبير هذه المبادرة من لدن المجتمع المدني في العيون وفي غيرها من المدن من الداخلة ومن بوجدور ومن غيرها من الأقاليم الجنوبية؟ شكرا جزيلا على إتاحة الفرصة. بالفعل كان هناك انخراط كبير لساكنة الأقاليم الجنوبية في حملات التضامن الشعبية مع المتضررين من زلزال الحوز. سجلت هذه المشاعر التضامن ومشاعر على مستوى التواصل الاجتماعي أولا، ثم انخرطت مجموعة من الهيئات المدنية في تنظيم حملات لجمع التبرعات. كان هناك تقاطر لساكنة على نقاط تجميع المساعدات والتبرعات، قدم الغالي والنفيس كل يعني بحسب طاقته. أيضا انخرطت ساكنة أيضا في حملة التبرع بالدم، وكان هناك يعني تقاطر على مراكز تحقن الدم لتبرع بالدم. أيضا صلاة الجنازة، صلاة الغائب على ضحايا هذه الفاجعة، شو يعني شهدت تجمعات في المساجد للقيام بالصلاة، لقاعة الصلاة. وأيضا سجل التزام بالحداد الوطني حيث نكست الأعلام وحيث ألغيت مظاهر الفرح وأجلت الأفراح والمناسبات، وبالتالي كان هناك يعني تعبير عن هذه المشاعر الجياشة من طرف ساكنة إزاء إخوانهم وتعبير عن تأثرهم البالغ بهذه الفاجعة. ينبغي أن أشير إلى بعض التفاصيل التي تفسر هذه الحملة الكبيرة من يعني حملة التضامن، وهي هناك روابط اجتماعية كبيرة ما بين قبائل الصحراء وما بين الحوز. هناك امتدادات اجتماعية سواء في تيرودانت وفي الحوز، وبالتالي صحيح. هناك قرابات وهناك صلة رحم، حتى أن الكثير من العديد من القبائل تعود أصولها إلى تلك المناطق. هذه طبعا يمكن قراءته على أنه يعني تعبير أيضا عن انتماء وطني، وكانت فرصة يعني التعبير عن التمسك بوشائج القربة وأيضا بالانتماء الوطني، وكان رد أيضا على كافة الدعايات المغرضة التي تحاول أن تفصل أو تحاول أن تمايز ما بين ساكنة هذه الأقاليم وما بين عمقها الحضاري والإنساني والاجتماعي في بقية أقاليم المملكة. طبعا محمد سالم عبد الفتاح، نحن نتحدث أيضا عن هذه القافلة التي تجاوز عدد الشاحنات الكبيرة فيها أزيد من 50 شاحنة كبيرة الحجم، وهذا أيضا يقرأ أيضا من جانب شيم وخصال الكرم التي يعرف بها أهالينا أيضا في هذه الأقاليم الجنوبية، وهي أيضا سمة كل أقاليم المملكة المغربية التي اجتهدت أقاليمها ومدنها من أجل تسيير هذه القوافل، حتى أن الناس تبرعت وتكرمت بأغلى ما لديها سواء قليله أو كثيره. كيف تابعت أيضا أن هذه الصور تجسد واحدة من أكبر القوافل التي تم تسييرها إلى المناطق المنكوبة، جاءت أيضا من الأقاليم الجنوبية؟ نحن نتحدث عن قافلة تخص مدينة العيون ومحيطها، وبالتالي هناك قوافل أخرى انطلقت من مدن من الأقاليم الجنوبية الأخرى، من سيما من جهة كليميم واد نون ومن داخل واد ذئب. هناك يعني قوافل كبيرة انطلقت، فضلا على أنه هذه ما هي إلا جزء من عمليات تجميع التبرعات، لأنه عمليات تجميع التبرعات لا تزال قائمة ونقاط جمع التبرعات لا تزال تشهد تقاطر المواطنين والانخراط، ليس فقط من طرف المواطنين ولكن حتى من يعني الأشخاص الاعتباريون من جمعيات
وحتى من شيوخ القبائل وحتى من مختلف الجهات وحتى من الشركات ومن يعني المبادرات الخاصة التي الذين انخرطوا يقدمون هم أيضا ما في وسعهم. بالتأكيد لا شك على أنه هذا كما سلفت يعني شكل من أشكال التعبير عن الانتماء، فرصة للتعبير عن الانتماء المغربي الراسخ وفرصة لتجديد صلة الرحم مع قرابات ومع الامتدادات الاجتماعية لساكنة هذه الأقاليم في تلك المناطق، وشكل أيضا من ما هي في الحقيقة ملحمة وطنية تنضاف لتلك الملاحم. هكذا ينظر الناس اليوم إلى هذه العملية التبرعات على أنها ملحمة وطنية انخرطوا فيها ليسهم وحدهم، طبعا كل أقاليم وكل جهات المملكة انخرطت في هذا الجهد الوطني ستسجل بالتأكيد بمداد من ذهب في صفحات تاريخ المملكة وستنضاف إلى ملاحم الاستقلال والمسيرة الخضراء وغيرها من الملاحم، وبالتالي يعتبرون على أنه يستذكرون تلك اللحظات التاريخية وتفيض المشاعر الوطنية لدى كافة يعني المواطنين في هذه اللحظات العصيبة التي تمر منها المملكة، وبالتالي يتأسفون كثير، يتأسف لعدم يعني لبعد المسافة ولصعوبة التنقل لأنه كان هناك يعني نصائح بتنظيم عملية التنقل وبالاقتصار على السائقين وعلى عناصر قليلة، وإلا لكانت القافلة أكثر بكثير اقتصر فيها على الشاحنات وعلى مركبات نقل البضائع، وتم الاستغناء عن المركبات الصغيرة حتى لا يحدث هناك ضغط على الطرقات التي تشهد كما هو معروف تشهد أعمال طيب. أشغال لفتحها، وذلك أيضا من حصيف الرأي وصوابه. شكرا جزيلا لك. لا كانت آلاف ربما السيارات انطلقت. صحيح، كثرة السيارات الخفيفة أيضا يمكن أن تربك وأربكت في الواقع أحيانا بعض المسالك الطرقية في سياق تتكتف فيه جهود الإنقاذ وأيضا حركة سيارات الإسعاف وأيضا فرق الإنقاذ. شكرا لك محمد سالم عبد الفتاح من العيون، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، على كل هذه التوضيحات. نشكر أيضا شكرا للاستضافة. شكرا جزيلا لك، ونشكر أيضا مفادينا أنوار الكحل من أي توبلال بإقليم تارودانت، أيضا من جماعة مجاط من إقليم شيشاوة مفادنا محمد الشنتوف، ونشكر أيضا من أسني إقليم في جهة مراكش أسفي محمد الريشي من المستشفى الميداني الطبي العسكري. نشكر أيضا البروفيسور مولاي سعيد عفيف رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية، والأستاذة كلثوم أيت مومن من جمعية الكشافة المغربية، حدثتنا من أمس ميز. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، التغطية على ميديا أنتفي تتواصل لتداعيات الزلزال المدمر زلزال الحوز بكل تفاصيله، أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا.